أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من باب التباني في طرابلس. طبعا الأوضاع الاقتصادية السيئة والأحوال الأمنية أيضا الأسوأ في هذه المنطقة كانت هي الدافع الأساسي لخروج الناس مرات عديدة للمطالبة بعودة الدولة إلى هذه المنطقة وإلى طرابلس بشكل عام، وأيضا احتضان الدولة لأبناء هذه المنطقة. لذلك سنقوم بجولة سريعة مع الناس الموجودين هنا في باب التباني لسؤالهم عن عتبهم على الدولة اللبنانية وأجهزة الدولة اللبنانية، ما هو سببها؟ خلينا نبلش أول شيء مع الناس الموجودة. يعطيك العافية. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه ابن التباني شو عتبه على الدولة اللبنانية؟ عندنا العتب عدد كبير إجمالا، تعليم، ماي، كهرباء، أمان، سلام، نظافة، رياضة، سياحة، عمل، حماية، بس شويات، كله هذا معنا زعمانا للأسف يعني وطوا من عندنا كتير 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 هيك زعمان ما تمثلنا بنوب ولا نفتخر فيهم ولا مكون معلمين، لأنه معلمين بعدوا عنا، وهي المنطقة خصوصي بالشمال محرومة من كل شيء، على طول إرهاب 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 وتحشيش وحاب ومشاكل أواس. يعني للأسف إذا أوعد أواس واحد خش الدولة بتجي، ونحن معلم بكل راح من اللي راح من عنا، وبعد يومين بيقوص بكلي عم يكذب بالطريق، اللي بيقوص بكلي عم يكذب بالطريق، والدولة معلمة هي اللي حميده للأسف. معلمة أيضا من تاني ميلي في غياب للأمن بالمنطقة، يعني ما في أمن بكلي. هلا السرقة كترونة والتحشيش كترون والزنا كترون، وقلت يعني للأسف حتى كمان نحن مختفين ببعضنا، ما بدي أحكيها بالعربي مش عربي، حتى المشيخ وغير المشيخ ما في حدا عم يحب حدا معلمي للأسف. وبشكر كل الناس الكيمين على هذا الاستوعاب على الناس، بشكرتهم. شكرا لك. خلينا نكفي هذه الجولة إذا مع الناس الموجودين. لا نحن فتحين هوا للناس الموجودين. عتبك ابن التبين على الدولة شو؟ ما في كلمة سريعة. كلمتين أيضا، هذا تعبير من نوع آخر كمان. الناس اللي ما بدها تحكي هي كمان بتقول أنه الناس اللي ما بدها تحكي كمان بتقول انه احنا تعبنا من الحكي، فما في نتيجه. للاسف كمان يعني اليوم العالم بتشوف ما في بيوت، ما عندنا بيوت، العالم عم تقتل بعضها مشان البيوت. يعني مين عم يشي بو للبلد بو؟ العالم ما بيضرب بالبحر، هاجرت العالم بالبحر وماتت. خلينا نشوف الشباب بركي كمان بيكون عندهم راي عن هالموضوع، هن كشباب هيدي المنطقه شو عتبهم على الدوله اللبنانيه؟ شباب سؤال سريع، سؤال سريع، انتم كشباب بتباني شو عتبانين على الدوله؟ شو عتبكم على الدوله؟ ما لي عليها بالدوله اخي، ما لي عليها ولا عليها. طيب شكرا لكم، شكرا. خلينا نكفي مع باقي الناس الموجودين. طبعا عدم التعبير هو تعبير، ولكن بطريقة أخرى يعني فعلا بعض الناس يعني تعبت من الشكي والنعي مثل ما بيقولوا بطرابلسي. يعني بيقولوا أنه ما عاد في شيء نحكيه، فلهيك بفضلوا أنه عن جد ما يكونوا عم يحكوا أي شيء أو يعلقوا على أي شيء. هون نشوف العم الموجود هون. عم يعطيك العافية. كابن التباني اليوم شو عتبك على الدولة اللبنانية؟ تبع الدولة اللبنانية شو بتعتب عليها؟ ما بعرف، بدك مسؤولين بس يكونوا يخوفوا الله ويكونوا يتقوا الله بهالشعب، ويكونوا عندهم يا معلم حس المسؤوليه. ما سكان التباني اليوم شو ناقصهم؟ التباني ناقصها كثير، شكل اللي فيها للتباني ما فيها شيء. شو فيها للتباني؟ شو في بالتباني؟ المي صار لنا 20 سنه مشيوا على المي، حطوا له تحت الارض ما بدهم، كهرباء ما في. شو بدك يعني؟ اشتراكات الحمد لله، الاشتراكات عندنا الامبير اغلى من امريكا عم ياخذوه. شو بدك؟ قلت له ايش بدك انت؟ شوفي بلديه، اذا بدك بلديه بدك تروح تشوف تعبين البنزينات ليجوا يضربوا لك بجرو اذا مسطون. شو بدك ليكو؟ ها عم نسويهم بايدنا. شو بدك كذا؟ شو بدنا نعمل؟ ما في شيء بالتبني، ما في شيء، يعني من كل شيء محروم التبني، ما فيني. شو بدي لك اكثر من شكرا لك. خلينا نكفي ايضا هيدي الجوله مع الناس الموجوده بالتبني. خلينا نشوف بس كيف ايضا الشوارع، هيدي شوارع منطقة باب التباني. خلينا نكفي مع الناس الموجودين بهيديك الميلة. ساعة
سؤال للناس بتبيني اليوم، على شو عتبانين على الدولة اللبنانية؟ عتبانين على كل شيء، لا في كهرباء ولا في مي وما في شغل، شباب قاعدة. هذه أبرز الأشياء اللي هلا عم تتكرر، كهرباء ومي، بتبيني ما في 100%، ما في شغل، شباب قاعدة، أحلى شباب قاعدة كلهم بإيدهم وظيفة، ما في شغل. الأمن بالمنطقة كيف؟ الأمن حالياً حديد، هلا الأمور تمام بفضل الله يعني. مشاكل الفردية المتكررة بالمناطق كمان شوي بالأول، كل يوم كان يصير مشكل، هلا الحمد لله خف المشاكل. اليوم كعب تبيني، إذا قدرت توصل لرئيس من هالرؤساء لزعيم من هالزعماء، شو ممكن أول شيء تطلبه لتبيني؟ يظبطوا الأحوال بالتبيني، معيشة، ما في معيشة. اقتصاد، شغل للشباب. طبعا هادو ما عم بقول لك شغل وكل شيء يعني، ما في شيء. شكرا لك حبيب القلب. شكرا، يعطيكم العافيه. اذا مشاهدينا الكرام، يعني هذه ابرز مطالب ابناء منطقه باب التباني للدوله اللبنانيه، للمسؤولين في هذه الدوله: الامن، العمل، كهرباء ومي، يعني هي الامور الاساسيه يلي من خلالها يتمكن الانسان انه يستمر بهذه الحياه بهذه الدوله وبهذه المناطق الفقيره. اذا مشاهدينا الكرام، هذه الجوله السريعه مع الناس في باب التباني من طرابلس. كنا معكم انا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعه والى اللقاء.